اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. معاكم هايدي طيب جديد، طبعا معودينكم ان احنا بنطلع لكم ما كل ايجابي ومميز موجود في محافظه الشرقيه. احنا النهارده موجودين في مدينه الصلاحيه الجديده، بالتحديد في شركه الصلاحيه للاستثمار والتنميه تحت اداره سياده اللواء احمد مجاهد. احنا النهارده موجودين في الشركه، النهارده موسم حصاد البطاطس زي ما انتم شايفين كده، دوت بيتم حصاد البطاطس بالطريقه دي. طبعا تقليب الارض، طبعا عايز اقول لكم شكل البطاطس ده، شكل البطاطس هنا بيتم التقليب فيها، وبعد كده الشباب او العمال هنا بيبداوا ان هم يحصدوا البطاطس او بيلموا البطاطس في حاجات زي المقطف. زي ما انتم شايفين كده ده شكل البطاطس. البطاطس دي اللي بيسال في الكومنتات شكل البطاطس عامل كده، دي بطاطس تقاوي، يعني البطاطس دي هتتزرع تاني، ترجع تتزرع تاني. عايزه اقول لكم البطاطس دي كمان تصدر لالمانيا علشان السنه الجايه. طبعا هيكون معانا المهندس تامر هيقول لنا كل التفاصيل اللي حضراتكم هتستفسروا عنها وبتسالوا عليها في الكومنتات. بس يا ريت اي حد بيتابعنا دلوقتي سواء من اي محافظه او اي دوله عربيه يقول لنا في الكومنتات هو بيتابعنا منين، ويقول لنا ايه رايه في البطاطس بتاعه محافظه الشرقيه. منور الدنيا كلها يا باشمهندس. محتاجه بقى ايه نبذه سريعه على حصول البطاطس. حضرتك دي شركه الصحيه والاستثمار التنميه. حضرتك احنا وظيفه 150 فدان تقريبا تحت قياده اللواء احمد مجاهد، ده انتاج تقاوي البطاطس. الغرض من التقاوي ان احنا بدنا نشتريها بالعمله الصعبه ديت، احنا بننزلها عشان يسعى بيها اكتر من الفوق. اللي هو بنشجع منتج بلدك. بنشجع منتج بلدنا وبنختصر بتاع التقاوي. تمام. حضرتك انتاج الطن الفدان هنا من 17 ل 18 طن من التقاوي دي. وطبعا حضرتك شايف الشغل بنات شغاله. بيتم اللم، شفت الاجراءات، بيتم اللم في المواقف. بيلم اللم يدوي. لم يدوي. عمال. عمال، ويتم بعد اللم تحط الجمبوهات، والجمبوهات بعد كده تيجي الالات تشيلها تحطها على العربيه. على العربيه. وبعد كده تروح محطه الفرز. بيتم تفريز وتصنيف كل حجم. كل حجم لوحده على حسب بقى الدوله اللي هتروح فيه بيها، على حسب البيف اللي هيزرعه. البيف اللي هيزرعه. تمام. زي ما انتم شايفين كده ده شكل البطاطس. بتلم فيه الجمبوهات زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ايه ما الولاد بيلموهم في المقاطف. استاذ عبد الفتاح بتتابعنا منين؟ لنا في الكومنتات حضرتك بتتابعنا منين؟ زي ما انتم شايفين كده دي التقليبه الثانيه صح؟ لا دي التقليبه الاولى. الاولى. زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله على العامله اللي موجوده، يعني ربنا يزيدهم ويبارك. هنا موسم حصاد البطاطس زي ما انتم شايفين كده، بيتم التقليب بالديفيد ده. اسمه ديفيد صح؟ ديفيد. ديفيد ده ديجر. ده ديجر. ده ديجر. ماشي. يعني الآلة اسمها ديجر. ديجر تمام. بعد كده بيتم جمع البطاطس كده في المقطف زي ما حضراتكم شايفين كده، الولاد وهما بيعملوه، وبعد كده بيتم ان هو يتحط في الجامبو، وبعد كده بتنقل العربيات اللي هناك دي. حاجة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك كده. حاجة مميزة بنتميز بيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده الأرض فيها عمالة، بيتم حصاد البطاطس. البطاطس دي بطاطس تقاوي، يعني هيتم زراعتها من تاني. البطاطس دي ان شاء الله ان شاء الله يعني هتصدر لألمانيا. حاجة كده سيئة. الناس اللي بتتابعنا تقول لنا بيتابعونا منين، يعني اكتبونا في الكومنتات كده. يلا شي عشان تطلع على السوشيال ميديا. مش انت عايز تطلع على السوشيال ميديا؟ يلا هتصوروا كلكم متقلقوش. زي ما حضراتكم شايفين كده يعني الولاد هنا ان شاء الله عليكم. يلا اتحركوا، يلا كل واحد ينتشر في مكان. يلا يلا برافو عليكم شطار.
دول بقى الشباب يعني، دول زينة البلد اللي هما موجودين وبيشتغلوا وبيدوروا على اكل عيشهم كده زي ما انتم شايفين كده. ربنا يديكم الصحة ويبارك فيكم يا رب. يلا 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 كل واحد يلا اطلع قدام اطلع قدام يلا اطلع قدام علشان اجيبك في التصوير. يلا استاذ نبيل كل التحية من قطر وجمهورية مصر العربية كلها بتحييك يا استاذ نبيل. والله يعني زي ما انتم شايفين كده حاجة ما شاء الله، العمل فعلا عبادة. ده بقى شكل البطاطس يا جماعة، البطاطس دي هي بطاطس سقاوي زي ما انتم شايفين كده. يلا الشاطر اللي هيخلص البنات هتروح فين؟ طب استنى استنى عشان اجيب، استنى استنى عشان جاي وراك كده. يعني الولاد هنا شغالين حاجه رايقه. اه احنا من مدينه الصالحيه الجديده، شركه الصالحيه للاستثمار والتنميه يا استاذ نبيل. اه كده حلوه. يلا شيل شيل يلا بسرعه بس بقى بالراحه. عايز اقول لكم كمان البطاطس دي بتطلع على فرازه، يعني بيفرزوها بيشيلوا الحب الكبير لوحده والحب الصغير لوحده، يعني زي ما انتم شايفين كده حاجه فوق الروعه، حاجه فوق الوصف، حاجه فوق الخيال، حاجه جميله، حاجه مبهجه. موجوده هنا في محافظه الشرقيه. احنا النهارده كنا موجودين في محافظه الشرقيه بالتحديد في الصالحيه الجديده بالتحديد في شركه الصالحيه للاستثمار والتنميه تحت اداره سياده اللواء احمد مجاهد. زي ما انتم شايفين كده النهارده موسم حصاد البطاطس، من 17 ل 18 طن ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. الحصاد دوت بيتم بمراحل كتير زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه اللي هو بيكون على الاله، وبعد كده العمال هنا بيبداوا ان هم يجيبوا المقاطف ويجمعوا البطاطس اللي حضراتكم شايفينها دي. بعد كده يتم تقليب الارض مره ثانيه عشان يبقى في بطاطس تحت كمان. بعد كده بيحطوا البطاطس دي على جامبوهات، والجامبوهات دي خلاص بقى بتطلع بقى على العربيات زي ما حضراتكم شايفين كده ومتابعين معانا. حاجه روعه. استاذ نبيل من مركز الحسينيه مقيم في قطر، منور الدنيا كلها، واهل الحسينيه كلهم دايما في الف خير. انا هوريكم بقى شكل البطاطس وهي بتتقلب، مش عايز تحصل حاجه. بصوا يا جماعه ما شاء الله رايقة. زي ما حضراتكم كنتوا متابعين معانا متابعي ابو غير ميديا، احنا النهارده كنا من حصاد البطاطس في اراضي الشرقيه بالتحديد مدينه الصالحيه الجديده، بالتحديد كمان شركه الصالحيه للاستثمار والتنميه تحت اداره سياده اللواء احمد مجاهد. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شكرا كده متابعينا الكرام، وان شاء الله حضراتكم هتشوفونا في فيديو تاني. مع السلامه.